المرأة، دور المرأة. يقال عني أنني ناصر للمرأة، فقلت في كثير من الأحيان المرأة هي المجتمع. وفي إحدى الندوات بأمريكا أعطيت لي الكلمة قبل دكتور معي كان من العربية السعودية، فقلت هكذا أنا ابن امرأة. فقام أحد الوعاظ من مصر وقال لي أنت ابن رجل وليس امرأة، لولا الرجل ما كانت المرأة. قلت له يا سيدي اتركني أكمل كلامي. قلت له أنا ابن امرأة. قال لي أنت ابن الرجل. قلت له إن أبي وضعني شهوة في بطن أمي، وأمي حملتني 9 أشهر وهنا على وهني. فقام الإمام وأتى عندي وقبل رأسي وطلب مني المعذرة. المرأة هي المجتمع ككل. المرأة نزلت عليها آية وسورة، سورة تسمى بسورة النساء. المرأة آية هي سورة المجادلة، قول الله التي تشتكي لزوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة أظن أنها اسمها خولة، الله تبارك وتعالى سمع قولها ونزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب علينا أن نرفع معنويات زوجاتنا، يجب علينا أن نعطي الكلمة لزوجاتنا ونسمع لهن كثيرا، لأن الله أوصانا بهن. أستاذتي الفاضلة، ما دور المرأة حول ظاهرة الإرهاب والتطرف؟ شكرا لك الكلمة أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين. شكرا للسيد المسير على هذه التقديمات الراقية، وشكر كذلك موصول لجمعية فرحة على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة العلمية المتميزة. طبيعي أن أجيبك سيدي أن المرأة مثل الرجل، لهما نفس الرسالة، لديهما خصائص مختلفة، وخلقهما مختلف لكنهما متكاملان. وأي بناء لهذه الأرض وإعمار لها واستخلاف فيها أو تنمية فيها لا يمكن أن يقوم إلا بتضافر هذين العنصرين. وليس من العبث أن خلق الله عز وجل الكون كله على منظومة الزوجية. إذن وحنا كنتكلموا اليوم على الإرهاب والتطرف والسلوكات العنيفة، سواء يعني كان مصدرها يعني أو مرتبطة بفكر ديني غير سوي أو بفكر آخر لا ديني غير سوي، فأكيد أن مشاركة المرأة ومشاركة الرجل، أن معرفة المرأة ومعرفة الرجل ومساهمة المرأة ومساهمة الرجل سيكون له أثر على الحلول التي يمكن أن نقوم بها، لأننا إني كفاعلين نساء ورجال نحس بالمسؤولية ملقاة على عاتقنا لكي نكون شركاء في إطار الإصلاح وفي إطار الإعمار وفي إطار التنمية. اليوم كنتكلموا على واحدة الظاهرة، تكلموا الأساتذة من قبل ما نعاودش الكلام الذي قيل، أن هي ظاهرة عالمية وظاهرة قديمة، ولكن الجدة ديالها أو الجديد فيها والخطورة التي أصبحت تكتسيها اكتسبتها من الأساليب الجديدة، اختلفت عن الأساليب القديمة ديال الحروب التقليدية. كذلك أنها تلبست أو استفادت من ثورة تكنولوجية ومن التداول الإعلامي لها ومن الطرق التي تستعملها وتستخدمها لكي تستحوذ على العقول وتؤثر على النفوس. فهي صادمة، يعني المشاهد الإرهابية صادمة أكيد، يعني الدماء التي سالت
في العقود القديمه كانت كذلك غتكون اكيد. انا غير كنقراو بعض الكتب ونتصور اللي هو بصري ويستحضر الصور كيتصور كيف مثلا كيف يمكن اساليب التعذيب، لكن حينما تراها تكون يعني وقعها اكبر، خصوصا وهي نوع من الحرب التي ليس لها ميدان واحد، وكذلك بلا قواعد وبلا اخلاق، ما فيها حتى شي قاعده لعبت يعني التام. اكيد واتفق مع الاساتذه الكرام في تحليلهم ان هذه الطريقه ديال الاشتغال وديال سلب العقول تمت هناك من اشتغل عليه، ما يمكنش. فانا يمكن غادي في اطار يعني هذه المداخله ديالي غنتقاسم معكم بعض يعني التحليلات اللي قاموا بها بعض المراكز هما خبراء. يعني استفدت من واحد الدوره تكوينيه قام بها مركز كارتر اللي هو مركز امريكي وكيشتغل على السلام في بلدان العالم. حنا كما قالوا جزء من يعني السلطه ولا التسلط العالمي ماشي من امريكا، ولكن كذلك كما قال الاستاذ ان مراكز الابحاث وهذه كتشتغل من صنع لا ندري، لكن هم يصنعون ويحللون ويدرسون، ولكن احنا نلتمس الحكمه اينما كانت وناخذ منها ونستخدمها. يعني بطبيعه الحال الله حبانا بعقول وحبانا بكفاءات، ويعني نستفيد من المعرفه من اي شخص جهه كانت، ونستفيد منها لكي نكون بنائين ومساهمين. اشتغلت هذا المركز اشتغل على تحليل خطاب داعش. انا ما غندخلش شكون اللي موراه واش هو نيت هذا ولا هذا، المهم اكيد مساله كثير، هذا واحد البازل يمكن سنعرفه بعد مرور سنوات قادمه، غادي تكمل البازل وغنشوف الصوره كامله. لكن بطبيعه الحال الاستهداف فيه الاسلام واضح، لكن الاستعمال والاستخدام واضح كذلك. التحليل هم يعني هو الدراسه دار في 2016 همت جميع الاشكال اللي استعملت داعش، خصوصا طبيعه الحال هي استعملت استفدت من الاعلام، زوجت ما بين وسائل الاعلام المتعدده والمتنوعه من المكتوب الى المرئي والمسموع يعني شبكات التواصل، وزوجت كذلك ما بين الخدمه العمل على الارض تواصل وتجنيد على الارض وهذا. يعني هذا التحليل ديال هذا يعني هذه المعركه اللي يمكن نسميوها هي معركه، كيقول الدراسه هي معركه اعلاميه بامتياز. يعني الاداه الاعلاميه اكبر سلاح من الاحصنه ولا الحصن طرواده في الموضوع ديال الاستقطاب ديالها هو الاعلام. وهذا الاعلام بطبيعة الحال لأن كيمر عبر التأثير وكيولي مصدر المعلومات وكيصنع في لا شعور في غياب يعني التحصين ديال الإنسان كيصنع هاد الأفكار اللي الإخوان يعني مشكورين تكلموا عليها، أن ربما يمكن نقول بأن الإرهاب هو السلوك اللي يمكن يجي عن فكر متطرف، ولكن الفكر الأفكار المتطرفة كتصنع يعني كيتشربها الانسان اللي ما عندوش الحصانه الكافيه باش انه يحلل كذلك الحجم او السرعه ديال التداول كتعطيها افاق الواسعه. انا اليوم يمكن انا نظريه المؤامره نستحضرها صحيح، ولكن كنقول علاش بعض الشباب ديالنا تيتيقوا بهذا الكلام وتيمشي؟ علاش؟ يعني شباب من فئات متنوعه وفئات يعني كاين اللي ما قاريش كاين اللي قاريين كاين اللي هذا، علاش بالضبط؟ علاش كيمشي؟ هاد التحليل ديال هاد الفيديوهات هذه خرجت واحد النتائج تستحق الوقوف عندها، ان الوسائل اللي كيستخدموها في الاستقطاب اللي هي اغلبها تداول في الاعلام عندها واحد الخاصيات، انها ممتعه وسهله، كيحاولوا يعني داكشي خفيف، رسائل دقيقه مركزه تمتاز بالمتعه. يعني حينما يتكلمون عن مشروعهم
يعني هذوك الخلافه الاسلاميه اللي كي يدعوا كيجيبوا احسن الصور في احسن مكان اماكن اطفال الفرحه يعني سميتو الاسود مع الابيض الاوروبي مع غير مع لون اخر يعني المعاق موجود يحمل كذلك يعني هو مهم ومقدر في مجتمع تقريبا يحلم به الجميع، مجتمع فيه المساواة، مجتمع فيه الفرحة، ومجتمع فيه كل شيء يعني مرتب بشكل 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 جيد. يدمجونها مع صور أخرى للمظالم، تكلم الأخ عن يعني الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني. المظالم تقع في بلدان متعددة، يختارون صور معبرة، يضربون الشرعية السياسية لأغلب الحكام العرب والمسلمين في التقاط صور وتركيبها بحيث يظهر الحكام العرب متخاذلون مهانون ليس لهم أي تأثير، وكذلك يعطون بدائل حين كل رسالة كل رسالة تستهدف نقد أو نقد أو انتقاد تصاحبها فكرة للبديل. إذا أردت فلتأتي، إذا كنت مهمشا في بلدك فأنت ستكون قائدا عندنا. هذا الخطاب المتكامل والشامل يجعل الذي يتعرض له بدون تحسين كما قلت يكون يعني مستعدا لتلقي الرسائل التي تأتي من بعد. وهذه الرسائل أو في تحليل الخطاب في هذه الفيديوهات نجد على عكس ما نتوقع أن الذين يذهبون هم ينتصرون لعقيدة أو دين، أن الذين يذهبون أو لا الخطاب الذي يستعمل لاستدراج الذين يذهبون أو الذين يقتنعون بهذه الأفكار ليس فيه من توظيف الدين أي الأحاديث والقرآن إلا 5% في الخطاب. يتكلمون عن الجهاد لكن دون ربطه، يعني الجهاد يحتل أكبر يعني الوسائل التي تظهر الإنسان بطلا، هي الأكثر في كل الرسائل بدون قرنها بآية الجهاد أو غيره. بالتالي الذين ينادون إلى حذف يعني آيات الجهاد من القرآن من عفوا استغفر الله مش من القرآن من المقررات الدراسية بدعوى أن إلا ما قرأوهاش الدراري في المقررات راه غادي يقراوها في بلاصة أخرى، يقراوها بطريقة مختلفة. هذه الجهاد يعني الأفكار اللي كتصنع بها هذه الخطابات التي تلتقط وتستقطب بالوعي تدغدغ المشاعر الدينية لكنها لا تعطي بناء عقيدة دينية صحيحة أو خطأ، فقط تدغدغ المشاعر لأن خطاب الهوية وخطاب الإيمان وخطاب الأمة يحرك أي إنسان مسلم يحركه، لكن الخطابات التي تجعلهم يقتنعون مرتبطة بواقعهم المعاش، مرتبطة بالنفسيات التي يعيشها، الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها، ومرتبطة كذلك بتصورهم أو باقتناعهم بهذه المظلومية الموجودة أو الظلم الموجود على المسلمين والعرب من طرف الغرب، وأن لا أحد يستطيع أن يرفع هذا الظلم، وأنهم هم الذين سيكونون الأبطال الذين سيغيرون هذا العالم وسيذهبون لكي يحققون هذا الأمر. إذا قلت هذا التحليل يفيد إذا كان يفيد من جهة أن الدين هو جزء من المعادلة للحل، فإنه لا يعني لا 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 يفيد بأن الذين يذهبون هم يعني من الذين يفهمون دينهم. يعني اللي بغيت نقول أن اللي كيقولوا إسلام يعني الذين يذهبون أو الذين يقومون بالأعمال الإرهابية
هم مسلمون. الأصل إذا كان الإنسان مسلما حقيقيا لا يمكن أن يكون في دائرة في خانة الإرهاب. والأستاذ الكريم أعفانا من أن نعطي يعني بعض يعني يعني الصور الحقيقية للإنسان المسلم، كيف يمكن أن يكون مثلها في أرقى تجلياتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة، والذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وكتابه لا يمكن أن يكونوا من هذا الصنف. لكن الاستهداف للذي لا يفهم دينه أو لا يفهم منه إلا القليل، والذي لديه مشاعر دينية، والذي يتفاعل مع المظالم الموجودة عالميا ومحليا، والذي يعيش حالة من التهميش والعزلة في محيطه، قد يكون في أسرته. المعاق في المغرب قليل الأسر التي تلتفت للمعاق في حقوقه، كاين اللي كيخبيهم، كاين اللي كيخليهم، يعني كتلقى بعض الأسر مشاو للتجنيد معاقين، كاين اللي مشاو يعني من في وضعيات كانت هذاك الشخص ما عنده حتى شي قيمة أصبح له قيمة مكان. إذا ما يمكن، أنا أردت هذا المدخل أن أعتمده لأن أقول أننا لكي نواجه لكي نكون فاعلين في مواجهة هذه الأفكار المتطرفة والتي تؤدي إلى القيام بسلوكات عنيفة أو إرهابية، لا بد أن تكون المتدخلون الذين يريدون أن يكونوا جزءا من الحل أن يشتغلوا بمقاربة شمولية. القضية الإرهابية أو المجال بطبيعتها كتعرفوا 11 تنبير كانت تاريخ فاصل، وفي المغرب 16 ماي كان تاريخ فاصل. لمدة كانت المقاربة الأمنية هي السائدة، اليوم الحمد لله كاين تعدد المقاربات. أقول ونحن نريد كمجتمع وخصوصا المجتمع المدني أن نشتغل، لابد أن نلتقط أن الأشكال التي يجب أن نشتغل بها يجب أن تقارب المجالات والدوائر كلها في إطار التكامل والتعاون. يمكن طبعا الحال أن جمعيات متخصصة، هذه الجمعيات المتخصصة يجب أن تكون أشكال من التعاون بينها باش يمكن لها تشتغل في فضاءات متعددة وتعطي مقاربات وبدائل متكاملة. كذلك الاشتغال مع الشباب عنده تقنيات وعنده مهارات، وأكيد الاشتغال مع الشباب باستثمار وسائل إعلامية سيكون شيئا مهما جدا في إطار المقاربة. وهنا يعني كانت يعني من الأمور اللي يمكن تكون يعني كمساهم في إطار يعني أن الإنتاج هي الأدوات التي يشتغل بها الناس الذين يريدون إقناع للشباب أو غيرهم للالتحاق بهذه المنظومات التخريبية، يستثمرون أدوات بسيطة، هذه الهواتف الذكية التي يصنع بها العجب. لا يمكن انتظار، لا يجب أن ننتظر تقنيات عالية لكي نواجه هذا، لكن هذه الظاهرة هذه. فإذا اليوم حينما نريد أن تكون لدينا مساهمة في إطار استراتيجية، لابد أن تكون شمولية في إطار مواجهة الإرهاب، لابد أن تكون لدينا حلول اجتماعية واقتصادية، أن تكون لدينا حلول ثقافية وحلول تنموية، وأن تكون لدينا مقاربة كذلك حقوقية، وأن تكون كذلك لدينا حلول إعلامية مواكبة. يعني جميع الدوائر يجب أن تشتغل بالحلول الإعلامية. في دور المجتمع المدني، طبعا حنا غنجيو لهنايا هذه الأمور اللي تكلمت عليها، هذه المجالات يمكن مسؤولية الدولة كبيرة جدا، ماشي غير في المقاربة الأمنية ولكن في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنهوض. لكن اليوم حنا كنتكلموا على هذا الفاعل المدني اللي هو وسط ما بين الدولة والأسرة. تكلموا الإخوة والأخوات على الأسرة والأهمية ديالها والمركزية ديالها، ودور المرأة فيها كذلك مهم جدا، ولذلك الكثير من البرامج والمجالات التي تهمل دور المرأة تسقط في أن تكون المرأة يعني في غيابها في دور محوري ديالها في الأسرة، وغياب الأسرة كذلك كدور محوري في المجتمع تسبب أن يأتينا الخلل من داخل الأسرة. إذا اليوم إحنا كما قلت محتاجين كمجتمع مدني أن نكون جزءا من الحل
في إطار تشارك بين الدولة والأسرة، لأن اليوم الجمعيات النسائية تشتغل على إعادة الاعتبار للأسرة، إعادة الاعتبار لدور المرأة، وبالتالي هي ما كتشتغلش، كتشتغل في التوعية والتحسيس، تشتغل في التكوين والتدريب، تشتغل في، ولكن الهدف هو أن مؤسسة الأسرة ترجع لها الأدوار المطلوبة، وأن كذلك كاين الجمعيات تشتغل كذلك مع مؤسسة التنشئة الثانية اللي هي المدرسة، باش ترجع للمدرسة الأدوار ديالها الحقيقية، كتشتغل كذلك مع مؤسسات الإعلام وغيرها. فإذا اليوم دور المجتمع المدني إذا كنا بغينا نسلطوا عليه الضوء بشكل أكبر، هو دور مهم جدا، خصوصا مع يعني ما جاء به دستور 2011 من صلاحيات وأدوار جديدة للمجتمع المدني. اليوم المجتمع المدني يمكن يكون فاعل كبير جدا في إطار متابعة الشأن العام والشأن المحلي عبر الأدوار التشاركية أو في إطار الديمقراطية التشاركية. إذا اليوم لا بد أن تكون مقارباتنا متكاملة ومتنوعة، تراعي المجالات المتعددة، وتدمج الشباب، وتتعامل وتتواصل مع الشباب بالوسائل التي يرضاها الشباب ويتداولها الشباب. ما يمكنش تكون جمعيات ما كتستعملش يعني وسائل التواصل الاجتماعي، أو لا تشتغل في إطار إنتاجات تستهدف هذا المجال، لأن النشاط الأكبر للذين يريدون أن يزرعوا التطرف والأفكار المتطرفة يتم عبر كل هذه الوسائل الإعلامية. كذلك لا أغفل دور المجتمع المدني في المجال الحقوقي والقانون، لأن لا تكفي أن تكون لدينا جمعيات تنموية وجمعيات ثقافية وجمعيات تربوية وجمعيات يعني كتشتغل على المشاريع وغيرها، ولكن لا بد أن تكون لدينا جمعيات حقوقية، لأن جزء من الأمور اللي يمكن تخلي بعض الناس يخرجوا من بلادهم هي غياب سيادة القانون، هي عدم احترام حقوق الإنسان، هي عدم إنصاف المواطنين، غياب العدالة، غياب الديمقراطية. فهنا الأدوار الأساسية يمكن تطلع بها مؤسسات المجتمع المدني اللي كتهتم بالجانب القانوني والجانب الحقوقي في إطار الرصد واليقظة، في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، في إطار الترافع من أجل التمكين الحقوقي، في إطار تأثير في السياسات العمومية، لأن السياسات العمومية التي لا تخدم المواطنين هي سياسات عمومية تصنع يعني أعداء للشرعية الوطنية وأعداء للوطن بطبيعة الحال، لأنها إما ستهرب عبر قوارب الموت أو عبر سيجارة المخدر أو ستكون طعمة صائغة للمتطرفين أينما كانوا. ودور المجتمع المدني كما قلت والفعاليات المدنية أساسي في هذا الإطار، لكي يكون ذلك المحرك المعبئ والذي يشتغل في إطار مقاربة متكاملة مع مقاربات أخرى تكون صالحة لكي تواجه هذه الاستراتيجية الإرهابية المتكاملة والتي لديها دعم كبير مادي وبشري لا يمكن أن نتصوره طبيعة الحال، لكن بطبيعة الحال نحن نعلم أن الإرادات تصنع المستحيل، وأن العزم والصدق في العمل يمكن أن يغير الكثير من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.